خويا صبر دقيقه برك كاين ميساج لحقوا ميساج ها يبدا نبدا نتا عندنا اول ميساج نوصلوه ساعه نوصلوا لقائد القوات البريه قائد الاركان نقولوا له باللي رانا مازلنا جيش احتياطي ورانا مازلنا ندخلوا حنا في الخندق دخلوا نزيدوا نجيبوا معنا ولادنا الحفتر هذا اللي حرك الجيش قالك حرك الجيش جيت ليبيا رانا هنا ناكلوهم ونسرخوهم رانا هنا قوات السائقه ديما حاضرين رانا ديما هنا مع الشعب والوطن ويرحلوا كاع الناس اللي سرقتوا بزت البلاد وجابت الخراب للبلاد يرحلوا ولا بالعز لا بالصالح ما نحبوهمش يروحوا يبادوا علينا خليوا لنا الجزائر يتحاسبوا يدخلوا يعاقبوا اسمع التوفيق خنتنا كنا حطيناك حاجه بصح ظهرت ماكش حاجه وترتاك روح شوف وين تبات ترتاك ساي فضت عليك من الشعب فاق بيك من الشعب ساي ديكاج كيف الشعب خوا خوا جيش الشعب خوا خوا جيش الشعب خوا خوا جيش الشعب خوا خوا جيش الشعب خوا خوا وطني غالي الثمن روحي مالي نفسي بدني وأنا الحامي لك في المحن لتعيش حراً طول الزمن وطني أين حقي سالى دمي لأجلك وطني قايد صالح يا الفريق يا الفريق يا حضارات حقرونا السراقين دفنونا وحنا حيين جايين للعاصمة ساكنين جايين في رمضان صايمين حتى نحقق التغيير